معكم الفنان توفيق الذهبي، عازف الأورغ والموزع الموسيقي. كنتمنى بأن هاد الدروس هادو يكونوا تلاقيو الإعجاب ديالكم وأنكم كتستافدوا منهم، ولا عندكم شي اقتراحات أو شي تعديلات يعني في البرنامج فممكن تقدموها لنا وديك الساعة نعملوا بها إن شاء الله. فبالنسبة للأورغ يعني خاص الإنسان فقط يعني الممارسة، يعني الممارسة الأورغ تبغي الممارسة، يعني تبغي ان ديما تطبق العزف، ديما تعمل تمارين، يعني مثلا تحاول تعزف اغاني ديما ولو تجيك صعيبه في الاول، يعني خاصك تحاول ديما تحاول، يعني بالتكرار غتقدر توصل لنتائج مزيانه ان شاء الله. فاليوم غادي نشوفوا اغنيه جميله جدا، وهي اغنيه رائعه ورومانسيه، يعني اغنيه مغربيه رومانسيه كل شيء كيبغيها، وهي أغنية ما تقشي بيا للمطرب عبد الهادي بالخياط. ما تقشي بيا هي من أجمل الأغاني المغربية، فإن شاء الله غنحاول نفصلوها ونديروها بإيجاز. هي كاملة إن شاء الله غنديروها كاملة لأنها طويلة وفيها العديد من المقامات، يعني غنحاول نديروها بإيجاز، يعني ما تعداش 10 دقائق أو 11 دقيقة، حتى باش ما نبقاش يعني ندير غير المقطع الأول، لأن بزاف الناس كيبغوا المقاطع الأخرى. فخديت هذه البادره بانني نولي نعمل المقاطع كامله، يعني الا قدرت، لان في بعض المرات تكون تعقيدات وتكون بعض الاشياء اللي كتخليك بان بلا ما دير هذه المقاطع الاخرى. فالمهم حنا راه الاشاره ان شاء الله، وغادي نحاولوا ان نعمل المجهود ديالنا باش تحاولوا تستافدوا من هذه الفيديوهات ان شاء الله. فالمرجو منكم السبسكرايب واللايك والشير وتساعدونا بالبارتاج حتى تنتشر فيديوهات اكثر ان شاء الله. اولا يعني اغنيه ما تقشي بيا هي كرد على الضو، هي كرد على الضو، تبدا من هنا. فكرد على الضو يتكون من سي بيمول واللا بيمول والمي بيمول والري بيمول، في أربعة ديال لي زالتيراسيون، يعني أربعة علامات موسيقية في السلم الموسيقي، أربع علامات في السلم الموسيقي، وهي سي بيمول، المي بيمول، لا بيمول، ري بيمول. فأنا علاش كنعطيها لكم بهذه الطريقة؟ لأنه هو التسلسل ديالها هكذا، يعني في السلم الموسيقي ديما التسلسل كيبدا في البيمول، من سي بيمول ثم المي بيمول، لا بيمول، ري بيمول، سول بيمول، دو بيمول، هكذا هو التسلسل. طبعا سنأخذ ايقاع حضاري، حضاري على سرعة 86، ثم نقوم بالمقدمة الموسيقية.
التقيت أننا نعمل المقدمة كاملة ثم نفصلها من الأحسن. فهذه المقدمة هي طويلة شيئا ما ولكن جميلة جدا. الآن غادي نفصلها. في البداية ثم تعاد بسولو يعني بصوت أورغ ثم ومن ورائها السولو. هذه كانت هي المقدمة. الآن سنقوم بغناء الأول. هنا تحولنا الى رست على الفا اللي هو على الشكل التالي. رست الفا اللي تكون في السلم الموسيقي سي بيمول ولا سي بيمول والربع تون على اللا والمي. سي بيمول والربع تون على اللا وعلى المي. حب قادر، حب مكتوب، حب قادر، حب مكتوب، ماشي بيدي أنا ماشي بيدي، ما تقشي بي أش نعمل ما تقشي بي، علاش كدبني
واش ما عنده ثقة فيا، وانا حبي يا ناس واضح وباين، وضوح الشمس من نار جميل واضح وباين.